السلام عليكم خواتاتي، صحباتي، حباباتي، المتابعات. اليوم سوف أقدم لكم هذا الفيديو خاص بمشتريات المطبخ والحمام، ونبدأ على بركة الله بهذا الفناجين تاع الاخر تاع التاي، كما حنا لهنا في الشرق نقولوا التاي، في بعض المناطق يقولوا الشاي. هاهو عجبوني كيوت، عجبوني بالبزاف صغيرين بها بالمغرف تاعها كي تصب بها هكا براتيك. اها وثاني شيء هذا الابريق خاص بالشاي، هو كذلك عجبني، باهي لا فورم تاعو باهيه، ها عنده الشبيكه ها من داخل باه تصفي الشاي كي تصبيه من الطاوة كاسرول. ها زي زينوني هبل. وهذا وايضا هذه القاروره خاصه بالزيت، تحبي فيه تحطي فيها الزيت عرب او الزيت سانغو. هاو تحل تتحل هكا تصبي ها وزينون ها تصبي فيها هاي القاروره هاي الغطا تاعها هكا باه تصبي وزيديها الغطا تاعها. جميلة جدا وعجبتني بالبزاف. وهذا لاناب عجبني بالبزاف، كي غير وين جابوهم يهبلوا تحطيها في الصينية، تسمى غلاف تاع الصينية اناب، ولا تحطيها فوق طابلة الواحد ها ولا الطابلة تاع الكوزينة. وزادوا عجبون والطرشونه هذه عجبتني بالبزاف، كبيره وباهيه مليحه للكوزينه، تمسحي بها الاواني باهيه. عجبتني بالبزاف وباسعار بسيطه جدا. وهادو تاني اللي شريتهم ها هادو تاني هبلوا تاع نحط في الهريسه ولا لاموطارد ولا هذاك المايونيز الملح كما تحبي تحطي، جميع الاستعمالات على شكل طاجين ماروكان، طاجين ماروكان باهي مليحه فوق الطابله تبهي الدنيا. وهذا الطقم تاع الحمام ها في العلبة تاعو هاهو، هذا تاع الصابون ليكيد ها تحطيلو هذاك الواحد تاعو ها معدات تاعو معاه ها وتحطيه هكا وتقفليه، تاع الصابون ليكيد السائل، صابون سائل. وهذه الصابونات وهذه تخيك تاع الاخر تحطي لي بروس دون دونتيفريس، جميل جدا يعطي رونق للحمام تاعك في لافابو، فوق لافابو تاع الحمام يعطيك جمال، رونق وجمال لمطبخك عفوا للحمام. وانا لا كولير تاع الحمام تاعي هكا شريته بالدمة، شريتو فيغ بيستاش، الحمام تاعي هكا الفايونس تاعو ابيض و فيغ بيستاش. هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ونتمنى يعجبكم، وما تنساونيش في الاشتراك في القناة وتعطيوني اللايك وتمدوني وتحطوا لي كومونتير تاعكم، ونقول لكم بقاو على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.